يقول السائل: جزاكم الله خيرا، ما الفرق بين شهادة الزور ويمين الغموس؟ وهل الإثم فيهما واحد؟ وأيهما أعظم؟ كل واحد عليه وعيد، شهادة الزور عليها وعيد، واليمين الغموس عليها وعيد. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمدا الكذب، يحلف وهو متعمد للكذب، هذه الغموس. سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار،